السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إن كنت إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لا أهجر إلا اسمك. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل من زوجاته عليه بعض الشيء، وذلك أن قلنا لسنا معصومات، ومن جملة ذلك ما جاء ذكره في هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إذا كانت راضية بما تحمل كلمة الرضا من معنى عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأقسمت قالت: ورب محمد كذا وكذا، وإن كان في نفسها شيء، والحقيقة لا مبرر له ولا مسوغ، لكن ليست معصومة، قالت: لا ورب إبراهيم. فيعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منها ويلاحظ ذلك، ولكنه لا يؤاخذها، وهي عندما تهجر الاسم لا تهجر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تهجر كلامه، ولا تهجر حقه، ولا تظلمه، ولا تهجر محبته، وإنما كل ذلك ثابت في قلبها وفي معاملتها. وما يحصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من الخطأ فهو مغمور في بحور حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وهذا الحديث فيه بشرى سارة للأخيار من الناس، من أهل العلم والعقل، ومن أهل الصدق والإخلاص، ومن أهل النصح، ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهل محبة الخير للغير. ذلك أن من كان هذه أخلاقه وهذا تعامله فإن الناس يشهدون له بالخير ويثنون عليه خيرا ويبلغه ذلك فيسره وتراه ينشد
في عمل الخير، لأنه سمع شهادة من الأخيار له بما يسر. والمراد بهؤلاء الشهود هم العدول، هم أهل العلم وأهل العقل وأهل النصح والإخلاص، الذين اتصفوا بصفة العدالة، والذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، أي من شهدتم له بالخير فهو من أهل الخير، ومن شهدتم عليه بالشر فهو من الأشرار. وهذا الحديث دل على هذا المعنى، أن من أثنى الناس عليه شرا لأنه من الأشرار بأقواله وأفعاله ومعاملاته وتصرفاته، والناس يشاهدون منه ذلك، فتراهم يثنون عليه شرا فيبلغه ذلك. وهو دليل الحديث على أن الجزاء من جنس العمل، ومن يعمل خيرا شهد له الأخيار بذلك ورضي الله عنه ويرضيه يوم القيامة، ومن كان من أهل الشر وشهد عليه الأخيار بأنه من الأشرار فهو كما شهد عليه خيار الناس، وهو الذي ظلم نفسه وجعلهم يتلون عليه شرا بسوء تصرفه وسوء معاملاته للغير. عن سعيد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. كثيرا ما يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويطلبون منه الوصية ليسترشدوا بوصاياه القيمة العظيمة، لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وفي هذا الحديث، حديث سعيد بن يزيد الأنصاري وسؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فأوصاه أن يستحي من الله عز وجل كما يستحي رجلا من صالح قومه. وهذا معلوم لدى الناس أن الرجل يستحي من الصالحين أن يقصر أمامهم في واجب أو يرتكب محرما وهم يشاهدون، فالله عز وجل رفيق يشاهد عباد مخلوقاته جميعا، فلا يعزب عنه من ذواتهم ولا من أعمالهم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالواجب أن يستحي العبد من الله فلا يقبضه حيث أمره ولا يراه حيث حرم عليه ونهى. وفي حديث عبد الله بن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال: من استحيا من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلاد.
المقصود أن الواجب الاستحياء من الله، فلا يجوز لأحد أن يقصر في أوامره، ولا يجوز لأحد أن يرتكب محارمه، فالله رقيب عليه وشهيد، وبيده الجزاء على الأعمال. فمن لم يستحي من الله فلا يلومن إلا نفسه. عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الصعدات، وفي رواية الطرق، فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قيل: وما حقه؟ قال: غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال. وهذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها، أولا أن يبتعدوا عن الجلوس في الطرقات، لأن الطرقات يمر بها الناس على اختلاف أصنافهم، والجالس على الطرقات عليه حقوق وواجبات، وهناك محرمات يجب أن يجتنبها. ثانيا فيه الإذن للجلوس عند الحاجة على الطرقات، ولكن بشرط أن يعطي الجالس الطريق حقه من فعل مأمور به ومنهي عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حق الطريق، قال: غض البصر فتمر النشوة، ويمر الناس على اختلاف طبقاتهم، فالواجب غض البصر عن كل محرم، وبالدرجة الأولى النساء الأجنبيات. ورد السلام، أي إذا سلم المرء يجب أن ترد عليه السلام وجوبا، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإرشاد الضال، فما كل الناس يعرف حقيقة السبيل، وبعض الناس قد يجهل المكان الذي يريده، فإذا استنصحك واسترشدك أن تدله على المكان الذي يريده وأنت عالم بذلك، وجب عليك أن تدله عليه وتبذل جهدك معه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عن عبدة بن حزم قال: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، وبعث داود عليه السلام وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا راعي غنم بأجياد. رعي بهيمة الأنعام على اختلاف أنواعها: الإبل والبقر والغنم، واقتناؤها من ضروريات البشر. فأي الأصناف من بهيمة الأنعام فيه البركة المشهود لها للخير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث دليل على أن الغنم
هو أفضل بهيمة الأنعام وأعظمها بركة وأنفعها لأهلها، وهذا لا ينافي الحرص على ابتلاء الإبل وابتلاء البقر للاستفادة منها في جوانب متعددة كالدرب والحمل ونحو ذلك، والله أعلم. فصيح. هذا سائل يسأل يقول: أنا شاب سائل يسأل يقول: أنا شاب عمري 28 عاما، أسكن في أوروبا منذ 6 سنوات. كل يوم أحس أني أبتعد عن الله أكثر من الذي قبله، وهو بحسب تجربتي في الحياة، بدون أن أحكي عن المساوئ التي كنت وما زلت أمارسها، والتي ما زلت ألوم نفسي عليها يوميا، وأعاهد الله على ألا أعود، ولكن لا يطول الوقت وأرجع إليها. أرجو منكم نصيحة في ذلك. يعيش في أوروبا عمره 28 سنة، يقول: كل يوم يحس أنه يبتعد عن الله تبارك وتعالى، يوم بعد يوم يحس أنه يبتعد بسبب ما يقترف وما يشاهد وكذا. فما هي النصيحة؟ النصيحة أولا أنت في أوروبا، والغالب على أوروبا الكفر والعياذ بالله، الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي من لم يؤمن بها فلا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته وجنته. وأنت نهنئك بدخولك في الإسلام واعتناقك له عن رضا ومحبة وعن علم بفضائله ومحاسنه، فعليك بارك الله فيك إذا ضعفت همتك ومالت نفسك إلى زينة الحياة الدنيا ومتاعها أن تلجمها بلجام التقوى وتذكرها بالله الذي إليه المرجع والمصير، وأنك لا تدري متى يبغتك الأجل، وخير لكل إنسان أن يبغته الأجل وهو على صالح العمل. فقد يكون أنت وغيرك وكلنا قد يغزوه الشيطان ويبغض إليه الطاعة فيتكاسل، ويحبب إليه المعصية فيسرع إليها فيضعف إيمانه. فإذا شعر المسلم بهذا فليعلم أنه غزو من العدو، من الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء والهوى، فعليه أن يستيقظ وأن يرجع إلى فعل الطاعات برغبة وأسف على ما مضى من تقصيره أو وقوعه في المحارم. وقد بشره الله تبارك وتعالى بأنه يتوب عليه إذ قال: وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فدم على إيمانك وارجع إلى عمل الصالحات والاهتداء بهدي القرآن والسنة، وستجد نفسك قويا، قوي القلب وقوي العقل وقوي العزم، وكلما غداك العدو استطعت أن تدفعه بذكر الله والإقبال على فعل الطاعات وترك المحرمات والاستعداد للقاء الله. وفي وصية عبد الله بن عمر: أعظم
مزدجر وأعظم منفعة للناس، حيث قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي أنك لا تعلم متى يحضر أجلك. فخير للإنسان وأنت واحد من بني آدم أن يستعد لصالح العمل للقاء الله تبارك وتعالى حتى يفوز برضاه وجنته وينجو من سخطه وأليم عقابه. هذه وصيتي لنفسي ولك ولكل سامع لنا، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والنشاط في التقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة والإخلاص المتواصل، فإن الله تبارك وتعالى يحب أطيب الأقوال وأطيب الأعمال ويحب المخلصين من عباده. وفقنا الله وإياك وجميع المؤمنين والمؤمنات. هذا السائل يسأل يقول: شخص مبتلى بالعادة السرية والنظر إلى المواقع الإباحية، وكلما ابتعد وجد نفسه يرجع، فبماذا تنصحونه؟ أنصحه بما نصحت به صاحب السؤال الذي أجبته عليه الآن، وأكرر له أن يبتعد عن العادة السرية، فهي شر مستطيل، تفتح أبواب الزنا واللواط، فقد لا يقتصر على نفسه في السر العادة السرية، وإنما تجره إلى أسوأ حال، فيصبح ممسوخ العقل، دليل الخير، لأن الله عز وجل لما أباح الزواج الشرعي والتسري قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأصحاب العادة السرية من العادين الذين تجاوزوا الحدود، فاستعن بالله بارك الله فيك وابتعد عن هذه العادة، وعليك بصيام هذا الشهر، وعليك أن تعتذر وأن تتوب إلى الله، وربك يقبل المعذرة ويقبل التوبة ويبدل السيئات حسنات. فاغتنم الفرصة ما دمت على قيد الحياة، تائبا مقبلا بفعل الفرائض والواجبات والمستحبات، مبتعدا عن المحرمات، وابتعد عن العادة السرية لأنها تجر إلى كل شر وبلاء. هذا سائل يسأل: هل يجوز لي الخلوة والكلام مع بنت خالتي الصغيرة؟ لا، لا يجوز لك، ليست من محارمك، والصغر هذا وصف مجهول، فقد تكون صغيرة ويرغب فيها الشاب، فيوسوس له الشيطان فيقع فيما لا يرضي الرحمن، فابتعد عن الجلوس إليها والمزح معها والخلوة بها، فإن الشيطان عدو الإنسان، يجره إلى جريمة الزنا ولو بالنظر. هذا سائل يقول: هل يجوز لي تقليد صوت القراء في قراءة القرآن، أم هذا داخل في التقليد المذموم؟ يقلد مثلا السديس أو الفريم. لا، تقليدك للقراء المعتدلين لا حرج فيه، ولكن لا تكلف نفسك فوق طاقتك،
ربما تريد أن تقلد فتخطئ في المدود أو الحركات أو الألفاظ، فإذا استطعت أن تقلد الأحسن من القراء فلا حرج عليك، ولك نيتك الحسنة لأنك تريد أن تؤدي القرآن بصوت حسن. السؤال الأخير: بالنسبة للمرأة التي تصلي في بيتها التراويح، هل يلزمها ختم القرآن من المصحف قراءة أم يكفيها أن تصلي بما تحفظ؟ يكفي أن تصلي بما تحفظ، وإن حملت المصحف من أجل أن تطيل الصلاة والقراءة فأجرها على قدر عملها، لها الأجر أكثر. وإن صلت بما تحفظ من اليسير من القرآن التراويح فصلاتها صحيحة وأجرها كائن، والجزاء من جنس العمل. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.